هاي البنات، صافا كلشي مزيان بخير، توحشكم. بالنسبه للبنات يسولون على اللحسه اللي كناكلو انا واختي. فين اخرى؟ فين اخرى؟ تشكلي شي اخرى. قالت لي اخرى، قالت لي فين اخرى؟ فين هي اخرى؟ كليتيها. المهم البنات، بالنسبه للحسه راك اصلا جاري حشيه، اصلا فيها العسل شي كناكلها بحال ما كجاري. انا نقدر ندير لها وناكلها عادي جدا. واه شو حلو مع اللحسه؟ الدريات اللي فيهم فقر الدم ومو بز حاول مش مشكل شي كيوقع. المهم البنات اللي فيهم فقر الدم كيعاون بزاف اختي. بومزوي انا كان فيه بزاف. هذيك اش كتعرف كان فيه؟ هذه دينا عند الطبيبه، هذه دينا عند الطبيبه. باش كنجي عند الطبيبه عطاني الدوايا، شرب دويش والله ما داروا لي شي حاجه. عطاو هذيك الدوايات اللي بحال كيكونوا في قرعه حمراء فيهم بحال شهر ما كنشرب فيهم شهر وما داروا لا والو. واللحظه تبارك الله كانت فيها شي 46 كيلو 45 كيلو، ودابا تبارك الله فيها 66 كيلو. بالنسبه للحسه يقدروا ياكلوها، اللحسه يقدروا ياكلوها البنات صغار كبار دراري دريات الناس اللي كيترينيو. فراه هي مزيانه فيها فوائد طبيعيه، الا ما نفعاتكش راه ما غاديش تضرك، فهمتوا؟ وصراحه هذه هي قرعه دابا التاسعه ياك يا يعني وصلنا التاسعه. والله ما عرفتش بزاف كلنا بزاف كاينه بزاف. شوفوا الفرق كي داير. عرفتي بس اختي كانت رقيقه، ما كانتش كتلبس سراول ديال الجين نهائيا. سراول ديال الجين اقسم لكم بالله ما كانتش كتشري دوك السراول ديال سيرفيت اللي مهررين. كان معقدها الرق، معقدها لواحد الدرجه ديال بزاف. ربي كبير ربي كبير. واللحسه فريمون عاونتها بزاف بزاف، يعني كتوكل. انا بعدا فاش كناكل بدات صحتي كترجع بشويه بشويه الحمد لله. درت حنيكات كناكل بالليل اكثر بالليل. كيجيني واحد الجوع بالليل ما يمكنش اخوتي، واحد الجوع بالليل كيجيني راه بزاف ما يمكنش والله. يا البنات كنصحكم باللحسه. البنات اللي فيهم فقر الدم سيغشو البنات اللي فيهم فقر. هاي البنات مهم، هاي البنات والدراري هالستوري كيتعلق بالبنات والدراري. مهم سمحوا لي الدراري. مهم البنات، مهم جيت نبارطاجي معكم واحد الروايح وصلوني اللي خاطرين بزاف. بعد حمقوني حمقوني لومباراج ديالهم كي داير واعر واعر بزاف. الروايح عنده واعرين بثمن غيزونابل، ثمن متناول الجميع. يعني بغيتي ديك هادو لماماك باباك خوك صديق ديالك صديقه ديالك، كنصحكم تدخلوا عند الدري هذا. عنده روايح غزالين ما شاء الله. اكثر هاد الريحه حمقتني انايا، نوريكم هاي شو هادي حمقتني بزاف. ريحه فنة 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 واو. المهم البنات والدراري لا خاصكم شي روايح بثمن زوين بزاف، ادخلوا عند الدري هذا عنده جميع الروايح. كاع الريحه طاحت عليك في بالك كضمون ديال من عنده وكتوصلك حتى لداركم فين ما كنتي. هادشي اللي كاين البنات، نخليكم باج جانت عن صديقي قبل خويا نسالي لكم دابا يرجع الله يرجع يرجع كون باش باش ندير فيديوهات الشهر الجديد ان شاء الله. كلشي جديد ان شاء الله، كلشي ديال الله كلشي ديال الله كلشي ديال الله ونرجع ان شاء الله. غير الاشهار ورانا في بالك. انا ماشي مشكل ما قلت شوف راح يري دارت تكتشت مليون انا يدرت حاضر نحل كونت جديد ونعاود نطلع رغبات المليون كلشي هو هذا صافي. حيت حنا وصلنا. المهم اخوتي بغيت نقول لكم اللي انا يقاتوني ان شاء الله واقيله واقيله غنمشي العروبيه. بغيت نمشي العروبيه نشوف شويه الطبيعه. والله ما ماشي شوف الطبيعه ديك الريحه ديال الطبيعه واعره صاحبي، كتحيد كاع الطاقه السلبيه. العروبيه زوينه ماشي خايبه، كتحيد كاع داك ومع هاد الوقت كاع فين بات نعس وفيق. هذيك في مراكش؟ لا بالحمد 16 نزار مشيت تمايا والله يجي الريحه ديال الطبيعه واعر. بسمه